la fin, mais c'est à vous que vous êtes allé plus de السلام عليكم الاخوان الكرام. كما كتشوفوا معنا هاد الضحيه ديال تشعلت العافيه مع جويه 8، والاخوان ديالنا عيطنا الله بينا، عيطنا للوقايه المدنيه وعيطنا للبوليس، جاو والاصدقاء ديالنا اللي فرعوا الباب هنايا، والاخ ديالنا حتى هو كان معنا حتى هو تعاون معايا، تعاوننا انا وياه. كما كتشوفوا السيد هنا مضرور، ميزانيه كبيره مشات له هنا، عنده داكشي ديال الكابلاس الومنيو، شي ديال السد ديال الحديد، مشى له كلشي، عنده بيرو ديالو تحرق، كلشي مشى له مسكين، السلعه ديالو، هذاك الشغل ديال داكشي ديال الخدمه ديالو، الماتيريال ديالو كامل تحرق له مشى له، الحمد لله ما وقعش الاصابه، الخدامه ديالو ما وقع له حتى شي حاجه، الحمد لله. كنتمناو المسؤولين يتعاونوا معاه ماديا ومعنويا، يردوا يعاونوا بعدا الصراحه والله ما شكرا لكم. انا كنت كنتغدى اختي في الدار وسمعت واحد السيد خدام معاهم كيفرع الباب، ومني عاودت جبرت الدخان خارج من الطيقان ديالهم، العافيه خارجه، وعيطنا للوقايه المدنيه والشرطه، والحمد لله يعني جاوا في الوقت المناسب، والحمد لله اللي ما كاين شي اضرار وما توفى حتى شي واحد، ما تحرق حتى شي واحد الحمد لله. وانا ساكن في الدار اللي لاصق فيه، وما الدخان بزاف، الدخان تخنقنا وخرجنا من الدار، كانوا كيعدلوا ديك اللافتات ديال البوبليسيتي، وهادشي اللي كاين. وانا كنشد السلطات بان هادشي هذا بالنسبه للي كيزاول شي مهنه يمشي للمنطقه الصناعيه، ما يجيش للمنطقه السكنيه. كاديونا بزاف، لا بالصداع ولا بالريحه ديال المواد ديال الصباغه. الصداع خصو يكون ماشي في منطقه سكنيه، خصو يكون في منطقه صناعيه. لا كيخدموا يعني التوقيت كيبداو مع 9:30 وكيساليو مع 6. كنهضروا معاهم وهضرنا مع مول الدار، كيقول لك الطرف الخوز. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم. جينا كنا في كامبو، جينا جبرنا الدخان في الحومه كامله، جينا هنا جبرنا الدخان، ما عندكش ما يدوز لي، كيدوز من هنايا كيتسخنا الراجل بوبر، يوقعوا له الاضرار في الحانوت ديالو بزاف. هادشي هذا والله عاد بزاف، الحمد لله بدا ما مشاش هذا شي بنادم وتعاد شي باص، والله ما سمعت قعد الاشارات بلايك وديكشي كذب شي عليك، ما كنعرفش بحال كندوزو من الحومه كنشوفوه، فهمت؟ دوزو من الحومه الراجل الله يعمر راسه لعب بوبر، الله يعاود شوف الراجل ما يقدرش يقول لك شي حاجه ما عرفهاش، بحق الراجل الله يعمر راسه لعاب بوبر الحمد لله، عمرنا شفنا منه شي حاجه التعامل ديالو، الله يعمر راسه عمرنا شفنا شي حاجه العيب منه، فهمت؟ الحمد لله عمرنا شفنا حاجه العيب منه، الحمد لله ما تأذى شي بنادم، شي كلشي في الخليفه ديال الله، كلشي كيتسخلف الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.